نقش الحناء موروث شعبي اعتدنا الفتيات على وضعه في مختلف المناسبات وتعتبره مكملا للأناقة والجمال، إلا أن نقش الحناء جاء ليشمل استخدامات واسعة. يدخل نقش الحناء في النقش على اللوحات والأواني المنزلية، فيما لاقت هذه الهواية إقبالا كبيرا من كلا الجنسين، وأصبحت تحمل رسالة ومعان عدة وحاضرة في كل المناسبات. التفاصيل في تقرير الزميلة إيمان شرف. عندما تعلق لوحة على أحد جدران المنزل، فمن الطبيعي أن تكون لوحة رسمت ولونتها الفرشاة بأزهى الألوان، ولكن الأمر مختلف تماما عند هذه السيدة التي حولت ركنا في بيتها إلى معرض صغير تعلق فيه لوحاتها المنقوشة بالحناء التي تبرهن مدى شغفها وتفوق حبها للحناء، من النقش على اليدين إلى النقش على اللوحات والأواني المنزلية. بدايتي في الحنة طبعا من أنا كنت صغيرة، خذ لي يمكن 20 25 سنة أحني، ومن كثر ما أنا أحب الحنة ويعني حبيت أسوي شيء يميزني، فطورتها من الحنة من الأيادي، الحنة من التراث، ومعروف إن إحنا من إحنا صغار نحب الحنة ونتحن وشي، فحبيت أطورها إنها تكون من الأيادي، تكون في شيء ثاني، فرسمتها في لوحات وفي جرات. هذه اللوحات غيض من فيض كبير لأعمال شيخة التي تحرص على أن تكون حاضرة في كل المناسبات، سعيا منها للتميز عن مثيلاتها اللواتي يشاركنها في المجال ذاته، حتى أصبحت أول بحرينية تقوم بتطوير نقش الحناء وتبتكر ما هو ممكن في إدخال النقوش عليه. أحاول في كل مناسبة أن أنا أشارك بلوحاتي الفنية، وأحب أني أسوي لوحة تناسب هذه المناسبة، دائماً أن تشوفيني سباقة، يعني أي حدث يصير مثلاً عيد وطني أو مثلاً ميثاق أو عيد الأضحى أو عيد، فدائماً أنا أبرز لوحة تناسب هاي المناسبة. أنا كنت حابة أن أنا أسوي كتيب أكتب في مسيرتي من بدايتي في الحنة لما حين وصلت له، طبعا هذا الشيء يكون تشجيع للمرأة البحرينية أنها هي تمارس أي هواية عندها وتطورها. طبعا أنا كانت بدايتي في الحنة في الأياد والريول، الحين قمت أسوي لوحات وذي وفكر أسوي لي معرض، فهاي تشجيع لهم. لهذه الهواية سوق رائجة أيضا بين الذكور والإناث، وربما يعود السبب إلى ما تحمله هذه النقوش من غاية جمالية، فأحدها يحمل آيات قرآنية والآخر أبيات شعرية. تتميز هذه المشغولات بطول بقائها الزمني دون أن تفسد محتوياتها أو تتبعثر، وذلك بإدخال مادة حافظة عليها اكتفت شيخة بالإشارة لها في سياق الحديث معها دون أن تذكر تفاصيل أكثر، معللة ذلك بكلمة سر المهنة. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.